السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ عبد الرحمن نكير. درس اليوم السؤال إن شاء الله ديال Where do you live؟ فين تتسكن؟ فين عايش؟ أوكي؟ Where do you live؟ من ولكن البرونسيشن ديالها غنحولوها ديو، نحولوها يا، غتولي Where do you live؟ Where do you live؟ هذه هي كيفية النطق ديالها. Where do you live؟ Where do you live؟ Where do you live؟ أوكي؟ Where do you live؟ الفوكابيلغي اللي غنحتاجو الى سولنا شي واحد هاد السؤال اشنو هما هي بيسيكلي. بيسيكلي جايه من بيسيك. بيسيك هي شي حاجه تنقولو بيسيك ليفل، هي المستوى يعني الاساسي فوندامونتال، شي حاجه يعني الا ما كانش ما يمكنش النيفو ديالك يطلع، يعني الحوايج اللي تتاخذهم في الاساس. دونك هنا ولكن في الكلام هذه يعني parmi les filler words اللي غنستعملوهم في الجواب، يعني اللي تربطوا بالفكره وفكره. basically يعني تو سامبلومون يعني تقول واحد يعني بحال باختصار الشيء المهم، هذا هو المعنى ديالها. born، born هي خلق. مثلا تنقول I was born in Casablanca، انا خلقيت تزاديت في الدار البيضاء. اوكي. grow up، grow up، grow up، grow هي ينمو، develop، okay، but grow up هي يعني الإنسان نشأ، دوز يعني نشأ، يعني ملي كان صغير تكبر، بحال نبات، يعني تيكون صغير تكبر، grow up، live، live، ما تنقولش live، إلا قلت live هي بحال كيتي، L E A V E، نو، نقول I live، I live، I live هي تنعيش. تنعيش في هذا المكان. هوم تاون هي يعني تنقولوا بالفرنسيه في ناتال، يعني المدينه اللي تخلقت فيها وكبرت فيها. ماي هوم تاون، كل واحد خلق في مدينه يعني هي هوم تاون ديالو. اوكي. دونك غنمشيو للاجوبه. الجواب الاول، الجواب الاول ان كليك تقول اي ناو، ناو يا مانتينو، دابا I now live in، ديما in، in city، in city، داخل المدينة أو داخل البلد، in in in. I now live in Casablanca Morocco، يعني تنسبق المدينة عباش البلد، المدينة عباش البلد. إلا كنت في ستيت في ليزيتازوني اش كاين، غنعتبر كل ستيت، كل ستيت بحال كانتري، بحال بلد، لان كل ستيت عندها يعني عندها بحال المدن ديالها، بحال مثلا واشنطن عندها واشنطن دي سي، نيويورك كاين فلاشين، كوينز، هذه كوينز راه يعني بحال سيدي وسط ستيت، بحال مدينه وسط بلد. يعني غادي نقول I now live in كوينز نيويورك. اوكي، in كوينز نيويورك. الى كنا يعني لان في امريكا ملي تتلقى مع شي واحد اول سؤال تيقول لك اور يو فروم، منين انت، تتقول له ستيت، وير دو يو ليف، تتقول له اي ليف مثلا كوينز نيويورك. اوكي. سو الجواب الثاني، يعني هذا الجواب مختصر. اي ناو، اي ناو ليف ان كازابلانكا موروكو، اي ناو ليف ان كازابلانكا موروكو، صافي ونحبس. الا كنت انا باغي نطول الجواب ونعطي يعني بلوس دو ديتيلز، اش ندير؟ I now live in my hometown Casablanca، يعني انا دابا تنعيش في مدينة اللي تخلقت فيها كازابلانكا. اوكي. بيسيكلي، بيسيكلي ادفير يعني باختصار ولا يعني الشيء المهم. I was born and grew up، grew يعني I was born and grew up avec، grow avec e، يعني الباس ديال grow، تنقول I was born and grew up، I was born and grew up، I was born and grew up in، دائما in Casablanca which is the biggest، biggest يعني جاية من كومباراتيف، يعني تنبغي نقارن جوج حوايج تندير مثلا it's bigger، جوج حوايج bigger than، ولكن إلا كانت هي أكبر مدينة the biggest، the biggest، the biggest city،
اكبر مدينه اوف موروكو. دونك هاد اوف الا كانت اف تبعها كونسونانت تقرا بحال او او موروكو. دونك الجواب غيكون عندي I now live in my hometown Casablanca. Basically, I was born and grew up in Casablanca, which is the biggest city of Morocco. Okay? Donc, نعاودو يعني باختصار الجواب إلا سولني شي واحد Where do you live? إما غادي نقولو I now live in Casablanca, Morocco. 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 إما غادي ندير هاد الجواب مختصر ولا نقول له basically I was born and grew up in Casablanca which is the biggest city of Morocco. اوكي دونك نتوما عندكم الخيار إما اللي بغى يختصر الجواب الجواب الأول بغى يطول الجواب يعني كاين الجواب الثاني الجواب الأول Where do you live? I now live in Casablanca, Morocco. الجواب الثاني I now live in my hometown, Casablanca. Basically, I was born and grew up in Casablanca, which is the biggest city of Morocco. دونك تنتمنى بأن الأجوبة يعني إن شاء الله باش تكلموا بكل ثقة إلى تطرح عليكم هذا السؤال يعني عندكم الخيار بين جوج أجوبة إلى أن نلتقي في سؤال آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.